تتفق مع هذه الفرضية؟ هي نفسها أيضا هي محل مقالطة، وهذا يعني أن الاتفاق الذي تم بين هؤلاء الشركاء هو أغرب إلى وجهة نظر المحاصصة. وإن احتج جبريل اليوم سيحتجون هؤلاء أيضا من ينتمون القوى الحرية والتغيير غدا، باعتبار أن هذه الوظائف من المفترض أن تطرح لجماهير الشعب السوداني وليس للجهات التي من المفترض أن تكون ضمن مكونات حكم الفترة الانتقالية، باعتبار أنه حتى إذا جاء جبريل كل هذه الوظائف التي تحته هي وظائف متخصصة من التي من المفترض أن تطرح على الشعب السوداني وليست أيضا من حقه الإقالة. إذا كان هو اعتراض ربما يكون على الإجراءات التي اتخذت، هذا ممكن أن يكون مبدأ سليم، ولكن ما هي الخطوات العامة فيما يتعلق بالاختيار؟ الاختيار من المفترض أن يكون مفتوحا، ولا يحق لجبريل إبراهيم أيضا أن يقوم بعزل أي موظف حتى إذا تم تعيينه من قبل الحرية والتغيير لأنه مواطن سوداني. إذن المغالطة في هذا الأمر توضح مدى إنه المحاصصة والصعوبات التي تواجهها مستقبلا. هل تتوقع أن يتم إيقاف التعيينات والذين تم تعيينهم بعد الثورة؟ باعتبار مجلس الشركاء يمكن أن يكون ذلك هو أمر إذا توصلت فيه الأطراف إلى الرضا سيكون هذا هو القرار، لكنه أيضا سيكون قرارا صعبا لأن هؤلاء أيضا لديهم مكوناتهم داخل قوى الحرية والتغيير، وإذا كان هذا الأمر هو أمر استباقي بغرض تكتيكي بالتأكيد سيأيضا يواجه الدكتور جبريل عقبات في ذلك. وإن كان الدكتور جبريل صحيحا في بعض ما قال، ولكن أنا في تقديري من المفترض حتى إذا تم هذا الإجراء أن تطرح هذه الوظائف مرة أخرى لكل الناس وليس للعدل والمساواة أو قوى الحرية والتغيير، إنما لجميع الناس في السودان هم سواسية أمام هذه الوظائف. ألا يفترض من هذه الفرضية إصلاح الخدمة المدنية لصالح الحال العام؟ ضرورة أن تكون هناك فوضية للخدمة المدنية مسألة مهمة وأساسية، خاصة وأن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت صرح في الجريدة أول أمس وقال أن الخدمة المدنية تحتاج إلى إصلاح، وأن حتى المسألة المتعلقة بإزالة التمكين داخل الخدمة المدنية تشهد تباطؤ، ودعا قوى الحرية والتغيير للإسراع في ذلك. النهج الذي تنتهجه الحرية والتغيير والذي وصفه قبل قليل الدكتور جبريل بشكل تحليلي بأنه كما التمكين مثلا، يمكن أن يكون هذا بمثابة تكتيك سياسي كما وصفته قبل قليل؟ هو يمكن أن يكون بمثابة تكتيك سياسي، ولكن الكرة أعيدت مرة أخرى لمجلس الشركاء، ومجلس الشركاء الغلبة فيه معلومة، والحرية التغيير ليست لديها الغلبة في مجلس الشركاء. مجلس الشركاء الغلبة فيه لحركات الكفاح المسلح و العسكريون، وربما يكون هنالك تحالفا قد يكون باطنا وغير ظاهرا، ولكن يمكن عبر هذا التحالف بالتأكيد تمرير الآلية ويمكن أن يفوز جبريل بهذا القرار. ولكن كما تفضلت هذه ليست النقطة الفاصلة في هذا القضية. الجامعة السودانية تخرج الملايين سنويا، مما جعل ظاهرة تفشي العطالة واضحة وطافية على السطح. كيف لنا أن نستفيد من طاقة هؤلاء الشباب، خصوصا أن البلاد مقبلة على انفتاح اقتصادي كما يقولون؟ المؤسف أن الشباب الذين كانوا يتبنون حنبنيه كمشروع الآن هم انزووا وأصبحوا بعيدا، لأن المحاصصات بين القوى السياسية أصبحت هي الواضحة، ولم يستفد هؤلاء الشباب من الثورة التي كانوا قد جعلوها تبلغ مداها وبإزاحة نظام البشير نتيجة واحدة من الأسباب التي جعلتهم يتدافعون لتحقيق هذا الهدف هو المسألة المتعلقة بالعطالة والتوظيف. طبعا هناك الآن الأوان لمراجعة هذه القضية من قبل الجهات الحاكمة ومن قبل كل شركاء الحكم في الفترة الانتقالية. هناك ما لا يفرق ما بين عندما نقول الشباب فإننا نقصد مثلا الكتلة الصامتة التي ليس لديها أي انتماء سياسي، هناك الكثير من القوى الطلابية التي لديها انتماء سياسي، وهناك من يدخلون مباشرة إلى أجسام سياسية بعد تخرجهم من الجامعات وما إلى ذلك. لا، أنا أقصد جميع الشباب، جميع الشباب كان لديهم رعي وكان لديهم أيضا مساهمات ترى في هذه الثورة، ولولا أنهم جميعا كانوا متفقون لما توصلوا إلى هذه النتيجة وهذه المحصلة التي أرضت الجميع، فبالتالي كل الشباب هم معنيون بهذا الأمر، ولا أقصد لجان المقاومة فقط. ما الذي يجب على مجلس الشركاء فعله في هذه المسألة بشكل جذري؟ مجلس الشركاء هو مجلس تشاوري، والغرض منه حلحلة الإشكالات التي تنشب بين أطرافه،
ومن المعيب أن تفصل الأشياء الأطراف نفسها فيما يتعلق بإشكالاته، هذه واحدة من إشكالاته، ولكنه أصبح واقعا عليه أن يستمر في إطار التشاور ولا يفسر من اجتماعاته، لأن قضيته لا علاقة لها ببقية المهام الأخرى التي من المفترض أن تطلع بها الحكومة ويطلع بها المجلس التشريعي.